أيضا بدنا أن نتعرف على جانب مهم من حياتكم وهو تدريسكم في المسجد النبوي. لكم دروس ولله الحمد قائمة ومعروفة ويحضرها العديد والكثير من طلبة العلم الذين يستفيدون من علمكم ومن تدريسكم. فضيلة الشيخ، كيف كانت البداية من هذه الدروس في عام كم، وما هي الدروس التي تلقونها في حلقتكم بالمسجد النبوي الشريف؟ أولا يعني بعد الانتهاء من العمل الإداري في الجامعة الإسلامية استمرت في التدريس يعني حتى عام 1413 حيث بلغت سن التقاعد، وبعد بلوغ سن التقاعد أيضا حصل مني الاستمرار في التدريس في الجامعة إلى حد الآن، يعني متبرعا ولله الحمد. وفي عام 6 بعد 400 جددت في التدريس في المسجد النبوي، وذلك في شهر المحرم من عام 1406، وكنت قبل ذلك ألقي دروسا في المسجد النبوي لتوحية الحجاج في موسم الحج، ولكن بدأ التدريس النظامي وقراءة الكتب وتدريس الكتب المعينة إنما حصل من أول عام 1406، وكان أن بدأت بالتدريس في صحيح مسلم حتى أكملته، ثم بدأت بتدريس صحيح البخاري حتى أكملته، وبعد ذلك بدأت بتدريس سنن النسائي حتى أكملته. وفي أول هذا العام الذي نحن على وشك انتهائه وهو عام 1419 بدأت في التدريس لسنن أبي داود، وهذه هي وكنت يعني أيضا في بعض السنوات درست ألفية السيوطي في المصطلح في المسجد النبوي في ليلة من الليالي، وكانت دروسي في المسجد النبوي في جميع الليالي إلا ليلة واحدة، يعني في ليالي الأسبوع كلها ما عدا ليلة واحدة. ومن تلك السنوات التي مضت خصصت درسا واحدا لألفية السيوطي في المصطلح حتى أكملتها، وبعد ذلك صار تدريسي مقتصرا على كتب الحديث، وكما قلت أكملت 3 كتب من الكتب 6، وبدأت في الكتاب 4 الذي هو سنن أبي داود. ودرسكم يومي فضل الشيخ؟ درسي في مسجد النبوي كما قلت يعني في بعد المغرب، بعد المغرب من كل في ليالي الأسبوع ما عدا ليلة الجمعة. أحسنت. أيها الأخوة والأخوات، في الحقيقة بودنا أن نسترسل كثيرا مع صاحب الفضيلة الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد المدرس في المسجد النبوي الشريف، والذي استمتعنا وإياكم بحديثه الطيب والمبارك عن رحلته ومشواره العلمي وعن بعض التوجيهات النافعة للأخوة المستمعين والمستمعات. لنا تواصل مع صاحب الفضيلة في لقاء قادم بمشاءة الله تعالى لنتعرف على جوانب أخرى من حياته، آمل أن يكون ذلك في الأسبوع القادم. تقبلوا تحية مني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.